الشهيد هدفها هو تقتيل الشهداء وتقتيل الأطفال والنساء في أرض فلسطين، لكي نقول لهم إنكم قد دنستم المغرب، مغرب أرض الشرفاء وأرض الأحرار الذين دافعوا عن فلسطين وعن القدس في عهد صلاح الدين. المغرب الذي جسد جيشه البطولات في الجولان وضرب المثال الأعظم وقتله الكيان الصهيوني وحرق الجثث الجنود العشاوس الذين ذهبوا لكي يدافعوا عن فلسطين. نقول لهم إن هذا المغرب لا يمكن أن يرضخ لسياسات المطبعين، للسياسات التي تنعدم فيها الإنسانية، للسياسات التي تنعدم فيها المروءة، للسياسات التي تنعدم فيها العزة والكرامة. فالمغاربة كرماء، فالمغاربة أعزاء، فالمغاربة شجعان لا يقبلون